بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم على حاجة جديدة ومهمة جدا في حياتنا وحياة كل الكائنات الحية، سواء كانت إنسان أو حيوان أو نبات. طبعا هنتكلم النهاردة على انتقال الصفات الوراثية في الكائنات الحية. طبعا أول عالم بحث موضوع انتقال الصفات الوراثية في الكائنات الحية هو العالم التشيكي غريغور مندل. غريغور مندل هو أحد قساوسة قرية بيرن بتشيكوسلوفاكيا، والمولود في عام 1822، أول من أجرى العديد من التجارب العملية بحديقة الدير أو الكنيسة التي كان يعيش بها، والتي ساهمت إلى حد بعيد في الإجابة على العديد من التساؤلات المحيرة في ذلك الوقت، خاصة في مجال انتقال الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء أو عبر الأجيال المختلفة. طبعا كان قبل كده يقول لك هو طلع لون شعره أصفر مثلا لوالدته، هو طلع ليه لون عينين خضراء لوالده، كلام غريب يعني. إزاي هو الصفة اتنقلت؟ إزاي هو في سحر؟ لا مفيش سحر ولا حاجة. لو حطينا الأمور في نظرياتنا العلمية أو بالدراسة العلمية المبنية على أساس علمي نقدر نوصل لنتائج. فالعالم غريغور مندل هو أول واحد حط الموضوع ده في دراسة علمية. وعلى فكرة هو ابتدى بنبات، ما ابتداش بإنسان، ما ابتداش بحيوان. طبعا التجارب في العصر الحديث دلوقتي بتتركز على الإنسان عشان نقدر نعرف الصفات الوراثية ونعمل خريطة وراثية كاملة للجسم البشري عشان نقدر نعرف ايه الصفات الغير مرغوب فيها اللي ممكن تنقل أمراض زي الأمراض الوراثية زي مثلا مرض السكر. طيب ابدأ أو نبدأ مع بعض بنشوف مندل اتكلم على ايه. طبعا تجارب مندل في الوراثة، انه مندل اجرى تجاربه في الوراثة على نبات بسلة الزهور، حيث لاحظ بناء على كل تجاربه وجود صفات ظاهرية. خلي بالنا، صفات ظاهرية يعني تراها العين بوضوح، رتبها مندل في ازواج على التالي. وطبعا ترتيب مندل للازواج بتاعت الصفات الوراثية مش بمزاجه، بناء على عدد من التجارب لاحظ وجود صفات معينة، صفات ظاهرية يعني يمكن ترى بالعين المجردة زي صفاتنا الوراثية كبني آدمين من طول ولون بشرة ولون شعر ولون عين وتخن ورفع وإلى ما ذلك إلى من هذه الصفات. طب إيه الأزواج دي بقى؟ بالنسبة خلي بالنا نبات البسلة، أول الصفات الظاهرية لاحظ طبعا هو نوعين من انواع الصفات. في صفات سائده يعني بتظهر باعداد كبيره، وفي صفات متناحيه يعني تظهر باعداد صغيره. عشان لما نبص ونقرا الجدول هنلاحظ ان في صفات متناحيه يعني بتتنحى، ممكن تبقى موجوده وممكن ما تبقاش موجوده، اما الصفه السائده فهي الصفه اللي بتبقى موجوده على طول. وده تعريف مبدئي قبل ما نبتدي نعرف بالظبط وبالتخصيص ما معنى صفه متناحيه وما معنى صفه سائده. لاحظ ان لون البذره مثلا، اللون المتناحي لونه اخضر. واحد يقول لي لا انا عمري ما شفت بسله البذور بتاعتها ها لونها اصفر، عشان تقول لي ان السائده هي لونها اصفر. هو هنا بيتكلم على البسلة المستوية. خلي بالنا احنا لما بناكل البسلة واحنا شايفينها قبل ما تطبخ لون اخضر، هي بسلة مش مستوية. فهو بيقول ان البسلة المفروض لما تستوي يبقى لونها ايه؟ اصفر. انما ممكن تستوي يفضل لونها اخضر، فدي صفة متنحية. جه لون الزهرة، قال ان الصفة السائدة اللي لون الزهرة يبقى قرمزي، ولون القرمزي ده هو لون ما بين البنفسجي واللون الاحمر، اسمه لون قرمزي. قال ان ممكن في بعض الورود بيبقى لونها ابيض. طب جه عند لون قرن الثمره، طب احنا عارفين قرن البسله بيبقى لونه ايه؟ اخضر، يعني نعكس. خلي بالنا لون البذره ولون قرن الثمره معكوسين، فلون البذره السائد اصفر
المتناحي اخضر، انما لون قرن الثمره لو بصينا هنلاقي السائد اخضر والمتناحي اصفر. شكل البذره طبعا احنا لما نيجي نمسك نبات البسله ونمسك البذره بتاعته بنلاقيها املساء، انما ممكن نلاقي في كل قرن مثلا واحده او ممكن ما نلاقيش خالص ان هي تكون البذره مجعده. وجينا لما بص على وضع الزهره بالنسبه للصفات الظاهريه، لقى ان الزهره بتبقى ابطيه، يعني بتخرج من اليمين والشمال زي ما انتم شايفينها، دي صفه سائده من اليمين والشمال. اما اذا خرجت الزهره من الطرف يعني من اعلى قمه النبات فدي صفه متناحيه، يعني ما بتظهرش كتير. ولاحظ ان صفه سائده زي طول النبات ككل، ان هو ده بتبقى صفه سائده، ان لو انا مثلا عندي 20 او 30 نبات بسله هلاقي مثلا منهم 27 او 25 طوال و3 4 او 5 قصيرين، فلاحظ ان صفه الطول هي الصفه السائده، والصفه او صفه القصر بالنسبه للساق هي الصفه المتناحيه. وبكده هو قدر يعمل جدول لمعظم الصفات الظاهريه، تمام، اللي بتظهر على نبات البسله من جيل الى جيل. طبعا احنا عارفين ان كل كائن حي ربنا خلقه من زوجين اثنين، يعني في ذكر وفي انثى، بيحصل ما بينهم تلقيح وده بينتج اجيال متتابعه من نبات البسله. طيب يبقى دي الصفات اللي مندل حطها في الجدول بتاعه، وابتدأ يحط مسائل عشان يقدر يوصل لنتائج. فهو قال هنا لو انا جبت نبات طويل ونبات قصير، بس خلي بالنا انه نقي، يعني جميع الجينات تحمل بالنسبه لجينات الطول او القصر فهي نقيه. يعني لو جينا هنا هقول الاباء وهرمز لصفه الطول بحرف اللغه اللاتينيه تي كابيتال، وهرمز لصفة القصر بحرف اللغة اللاتينية تي سمول. يبقى أنا عندي مين دلوقتي؟ عندي الآباء. زي ما هو عمل كده بالظبط. وبعد ما يحصل زي ما احنا عارفين إن الآباء بينتجوا جاميطات. الجاميطات هي حبوب اللقاح أو البويضات. طيب يبقى لازم ينتج عندي جاميطات، يبقى لازم الخطوه الاولانيه في المساله اكتب الاباء، الخطوه الثانيه اكتب الايه؟ الجاميطات. جاميطات يبقى بفصل، باخد كل جاميط على حده، فاخد ودي وابتدي احط على كل واحده فيهم دايره عشان ما لخبطش نفسي وانا بحل مساله الوراثه بالشكل ده. واعمل نظريه التوزيع اللي احنا بناخدها في الرياضيات، وهي توزيع كل حد على الحدين الاخرين، ويمكن احنا درسناها في ماده الرياضيات وعارفين ازاي بنعمل التوزيع ده. ده نفسه اللي احنا هنعمله في الناتج النهائي. الابناء هيطلعوا ازاي؟ اقول له تعالى وزع لي التي الكبيره او التي كابيتال على الاثنين التانيين، فانا هاخد كده اول واحده واحطها مع مين؟ مع دي مره ومع دي مره، واخد الثانيه دي التي دي احطها مره مع دي ومره مع دي. ابص الاقي طلع عندي كام واحد؟ طلع عندي واحد اتنين تلاتة أربعة. اكتب بقى اللي طلع. أقول له حاضر. أقول له أول حاجة كان عندي تي وأخدها مع التانية تي كابيتال تي سمول، ويبقى هنا عندي برضو تي كابيتال تي سمول، وهنا تي كابيتال تي سمول، وهنا تي كابيتال تي سمول. طب أنا عندي صفة الطول هي الصفة الإيه؟ السائدة. يبقى دي صفة إيه؟ طول، فهي صفة
سائدة. وصفة القصر هي صفة متنحية. طيب إذا وجدت الصفة السائدة والصفة المتنحية مع بعض، مين اللي تظهر أكتر من التانية؟ سؤال ما مش محتاج، مش محتاج إجابة عويصة. الصفة السائدة معروفة إن هي العدسون. يبقى أنا لو أخدت كل واحد من الأفراد اللي ناتجين عندي هلاقي إن ده طويل. واحد يقول لي الله، طب ما هو عنده جين القصر. أقول له جين القصر ده سائد ولا متناحي؟ يقول لي ده متناحي. أقول له يبقى مش هيظهر، مش هيبقى صفة ظاهرية، لأن إحنا اتفقنا إن الصفات الظاهرية التي يمكن ملاحظتها بالعين المجردة. يبقى ده كام؟ يبقى ده طويل. وده إيه؟ أقول له ده طويل برضه. وده إيه؟ طويل. وده طويل. يبقى جميع الأبناء في الجيل الأول هم مين؟ هم من أصحاب الساق الطويلة، حيث أننا نتكلم على نبات البسلة. يبقى أول خطوة لازم تبقى الآباء، ثاني خطوة الجاميطات، ثالث خطوة الأبناء، واللي بيبقى ناتج عندي هنا بيبقى اسمه الجيل الأول. نلاحظ نفس الشكل نفس الطريقة، نبات بسلة طويل الساق نقي، ونبات بسلة قصير الساق نقي. بالنسبة للجاميطات بنفصل، بنحط ك تي تي وتي وتي، وعند توزيع كل جميط على الاثنين الاخرين هنلاحظ ان جميع افراد الجيل الاول بتكون طويلة الساق ولكنها ليست نقية.